السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. سيدتي الجميله، الماسك ديالهم نادر نادر سيدتي، موجود الا في قناتي، دائما كنجيب لكم الجديد والمتناول. يعني اي سيده غتنوض المطبخ ديالها تيكون عندها المكونات، نوضي خلطي المكونات وديريهم لوجهك بعينك مغمضين. علاش؟ لان كنعطيك واحد الحاجه اللي انا مقتنعه بها ومجرباها وحطها على وجهي وخدامه بها. يعني ملي غنقول لك راها فعاله، راها فعاله. هاد الوصفه ديال اليوم مبيضه ومزيله للكلف، مزيله للنمش، وكذلك مزيله للتجاعيد، مرممه للبشره، كترمم لي البشره، يعني كتخلي بشره جديده، كتحيد البشره الفوقانيه اللي هي خسرات بالشمس وخسرات ب يعني تنقابلوا الفران، تنقابلوا الطياب، تنقابلوا هذا الصيف هذا ما كاين غير الشموشات وهذو كنساو راسنا. يعني هذيك البشره اللي هي واكلها واكله الشحط بهذا المصطلح هذا، كتزول كتحيد. يعني هذه الوصفه ديال اليوم جد رائعه في تكوين بشره جديده وصحيه، يعني بياض وشد البشره وازاله التجاعيد. شوفوا هاد ثلاثه كاملين كاينين في هاد الوصفه ديال اليوم. انا ما عليا نقول لكم غير جربوا، انا كنعطيك الوصفه جربيها وردي عليا الخبر. الناس اللي كيبقاو يقولوا والله وما درتي كذا وكذا وما درتي العمليه وما درتي التجميل لا تصلح لك وجهك، لا حبيبتي تنقول لك انا ضد هاد الفكره هذه. انا ماشي ضد الفيلر ولا ضد البوتوكس ولا ضد الكريمات، لا لا، واحد السن واخا، اما شوفي السن من 25 سنة زيدي حتى الخمسين وفوق الخمسين، يعني وديري وصفات وجهك غادي يبقى مجبد الا بقيتي محافظة عليه، وجهك غادي يبقى مجبد وغزال وهكا كيدير. اما الا خليتي وجهك ما كتديهاش فيه راه غادي يتبهدل، ملي غادي تجي تبدي تعتقيه غادي تعتق شوية، اللهم شوية ولا بلاش كيف كنقولوا، اللهم شويه او لا بلاش. المهم اعتقي ليا وجهك، الا فاتك الفوت راه ما فاتك والو، يعني اعتقي ليا الوجه ديالك وصفات طبيعيه جد رائعه. وشربي الماء حبيبتي بزاف 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 بزاف، شربي البقدونس مغلي الماء ديالو حتى هو شربيه جد رائع. المهم سيدتي الوصفات عندي، غنحتاج الحليب، غنحتاج الحليب، غنحتاج الجبن، المربع احسن يكون مربع، انا عندي مثلث احسن يكون مربع، ما بحال بحال غير هذا تيكون مالح شويه على المربع. كذلك عندي الدقيق، الدقيق الفورس اللي كنديروا به الكيك والحلويات، يعني حنا كنقولوا الفورس، الناس كيل كيقولوا فرينه، يعني الفورس رطب طحين رطب، الدقيق الرطب اللي تنديروا به الكيك وكنديروا به الحلويات جد رائع جد رائع في شد البشره وتبييض البشره سيداتي. كوني اكيده الا بقيتي كديري وجهك غادي يولي بلاره، غادي يولي غزال وجهك. الناس اللي غادي يشوفوا غير الناس اللي جربوا والله العظيم كيخليو لي التعاليق تيقولوا لي شكرا لك بزاف بزاف بزاف، الله يرحم لك الوالدين، كان وجهي حالته. ودابا ملي تبعت الوصفات ملي بديت معاك الوصفات وجهي ولا غزال، الناس كيسولوها كيفاش تبدل وجهها. والله العظيم الى بزاف ديال الزبونات، يعني ديال كنقول لهم الزبونات انا هي المتتبعات اللي كيحطوا لي هاد التعاليق وتنقول لهم بالصحه والراحه. المهم سيدتي ها هو عندي الدقيق، عندي الجبن، يعني الفرماج حنا تنقولوا الفرماج، وعندي الحليب. الحليب غادي نوريكم الطريقه. الحليب سيدتي غادي ناخذ مغلى طايب، يعني الحليب سخون، حليب ساخن، حليب سخون. غادي ناخذ هذاك الجبن، نديرها كامله، غادي نزيد معها حليب سخون، واحد جوج معالق ديال الحليب سخون باش تطلق ليا بالزربه. نحاول انني نطلق هذيك الفرماجه، حنا تنقولوا له فرماج، باش كتطلق بسهوله. وعاد غادي ندير الكميه ديال الطحين، وغادي ندير عاود الحليب،
نحاول ان ما نخليش دوك العقيدات ديال الجبن. غادي ندير ملعقه كبيره ديال الدقيق، ملعقه كبيره معبوره عندي ديال الدقيق. كنعرفوا ان الدقيق كيشرب، غنزيد ليه الحليب وغادي نخليه جانبا حتى يدفى. غادي حيت غادي نحتاجو انا دافئ عندي، حيت عندي هنايا الحليب غليان، يعني كيف كنقولوا حنا طايب. هاد الخلطه كتبقى عندك في الثلاجه مده 3 ايام 4 ايام ماشي مشكل واكثر، غير هي ملي كتيبس كتزيدي عليها الحليب يكون ساخن وتطلق مزيان، تعاودي تخلطيها تطلق مزيان وتخليها وتبقاي ديريها للوجه ديالك فيما تبغي ديريها، زيدي عليها الحليب. المهم سيداتي الوصفه ها هي، غنخليها حتى وكان يولي دافئ، حيت هو دابا ساخن بغيتو يبقى دافئ. انا حصلت على، شوفوا كريمي، خليط هو كريمي وجد رائع جد رائع سيداتي. دابا سيداتي كندوزو للتطبيق. طبعا من حصلت على هاد الخلطه هذه اللي هي كريمي، كنديرها الوجه ديالي يكون مغسول طبعا، وكذلك سيداتي يكون يعني مغسول مزيان بماء شويه دافئ، والخليط عندي دافئ سيداتي. بسم الله، جد رائع رائع سيداتي. غنخليه حتى يبس، عافاكم ما ديروا ليا حتى شي حركه بالوجه ديالكم، علاش؟ باش ما تشققش لكم البشره، يعني باش التجاعيد ما يزيدوش يتبتوا بلايصهم. هذا كمرمم للخدود. رسمي لي الوجهيه ديالك، رسمي يا حبيبتي، يعني تفنني تفنني تفنني، كوني فنانه في الوجه ديالك. سهل تطبيق طريقة صحيحة، خليني من دوك الطرق اللي هذا، وانا اللي كنشوف شي وحدين كيبداو كيديروا الماسك تيحطوه اوف ملي كيبغيو يزولوه كي كيديروا ليه كيبداو يفركوا في داك الوجه، يفركوا يفركوا البشرة كتعوج من هنا وتعوج من هنا، هذوك التعواج كاع اللي داروا كيوليو تجاعيد، خصكم تعرفوها. ما تنساوش حتى العنق، ما تنساوش. كنتمنى سيدتي تجربيه وتردي عليا الخبر. كتخليه سيدتي نصف ساعه في الوجه ديالك، ملي كيبس سيدتي ملي كيبس كتفزقي الوجه وكتفزقي اليدين وكتبداي تحيديه بواحد الطريقه دائريه وكتدفعي الفوق، طريقه دائريه وكتدفعي الفوق باش كتحيديه بطريقه اللي هي صحيحه، ما تفركيش ليا الوجه ديالك نهائيا، لانه غادي يوضع لك غادي يجيب لك تجاعيد الوجه ديالك سيدتي. من بعد ما كديريه دافئ على البشره، قلت لكم كتحطيه دافئ على البشره، من بعد سيدتي كتغسليه بماء بارد، ماء بارد سيدتي. واي كريم مرطب عندك في البيت ديالك استعمليه. مرحبا والف مرحبا، ما تنساوش البارطاج وما تنساوش التعاليق زوينين بحالكم، وجربوا جربوا دائما نقول لكم التجربه خير وبرهان، جربوا وردوا عليا الاخبار. بسلامه عليكم سيدتي، بارطاجيو مع الناس العزازين عليكم، ما تنساوش البصمه والتعاليق الزوينين ديالكم. سلام عليكم.